متوقعها وكتبتها اليوم الصباح في تويترز انه اتوقع انه حيكون في ارتداد للاسباب اللي ذكرناها في البدايه، وانا يكفيني المؤشر اليوم لو يكون يغلق فوق مستوى 9700 نقطه، لان هذه تعتبر من اول مقاومه. ثاني مقاومه هي 9838 نقطه، لان احنا ما نبغى الارتفاعات والتذبذبات الشارب هذه تصير حاده في السوق، لانها تكون عامل مضاربي اكثر مما يكون عامل دفع واستقرار في السوق. وبالتالي انا اعتقد انه استمراريه المؤشر فوق ال 9700 نقطه هي الاهم من انه يغلق فوق ال 9900 نقطه برايي الشخصي. طبعا هناك مقاومه تعتبر يعني مهمه واساسيه كبيره جدا اللي هي 10091 نقطه، لكن لا اعتقد طبعا ممكن تعود اليوم او غد، يمكن نحتاج الى عده ايام. لكن الاهم الان بالفتره القادمه هو انتهاء مراحل التراجع الحادة، بداية المسار الجانبي الصاعد نسبيا، ثم بداية تشكيل مسار صاعد، لأنه هذا اللي يعتبر هو الأساس. فأعتقد أنه نهاية الزخم والقصة اللي حصلت في البنك الأهلي، النتائج المالية اللي نشوفها الآن تعتبر إيجابية بمجملها. الزخم اللي يتوقع المستقبلي للسوق هو يكون عامل الدعم والدفع الأساسي. ما أبغى أدخل في موضوع النفط وأسعار النفط لأنه حياخذ وقت طويل، لكن في تقديري الشخصي انه كل ما كان النفط فوق السعر 85 دولار او حتى فوق ال 80 دولار هو عامل دعم للمملكه، لانه يعتبر السعر المعادل للميزانيه هو ما يقارب تقريبا 70 دولار الى 65 دولار، فبالتالي هذا عامل مهم جدا. يمكن اسعار ال 80 دولار هي تخدم المملكه اكثر مما تخدم اي دول، لانه النفط الصخري هو تكلفته ما بين 70 إلى 90 كل دولة على حسب تكاليفه، وبالتالي هذا السعر لا يخدمها نهائيا، وبالتالي حيحصل توقف وخسائر كبيرة، وبالتالي تجفيف في السوق المعروض النفطي، فهذا حيدعم السوق اللي تعتبر المملكة هي أكبر منتج وأكبر مصدر بنفس الوقت حتى من روسيا في فترات، لأن روسيا حتى مكلف جدا عندها، فالسعر في روسيا لازم يكون سعر النفط حتى يتعادل مع الميزانية اللي هو يشكل 45% من ميزانية روسيا يمكن 120 دولار. إيران تحتاج إلى سعر 140 دولار عشان يكون في تزامن مع أو توافق مع ميزانيتها. المملكة لا تخسر كثير في الأسعار هذه، بالعكس حيخدمها للمدى الطويل. ولا ننسى أن عند احتياطيات نقدية ضخمة تستطيع أن تمول أي عجز في ميزانية فيما لو حدث طبعا، يمكن لا يشكل أكثر من 20 مليار أو 30 مليار دولار. وبالتالي الرؤية العامة للاقتصاد السعودي أنا أجدها كمستثمر إيجابية جدا، لكن تحتاج إلى الزمن والقراءة الصحيحة والاختيار الصحيح. لفت نظري سابق، بما أنه كنا قد ذكرنا قبل قليل توقعات النتائج، سابق طبعا انطلق بارتفاعية بحوالي 5 نقاط مئوية، برأيك هل أو 14 الآن، برأيك هل هناك أي حركة استباقية على سهم سابق واتصالات في انتظار النتائج؟ ولا إنما هي ردة فعل على عمليات البيع القوية التي كنا قد شهدناها الأسبوع الماضي؟ على فكرة أنا دائما أربط ما بين التكنيكالز والفندمنتالز في التحليل، ما أربط شيء واحد، لأنه أحيانا يفسر التحليل الفني أكثر ما يفسر التحليل المالي. صحيح. سابق الآن هي عند مفترق طريق كبير جدا اللي هو 112.5، فتجد عند هذا المستوى تذبذبات حادة يعني بين قوى البائعين وقوى المشترين، وبالتالي أعتقد أنا أنه كسر هذا المستوى سيؤدي فيه لن يصل إلى 102-104 ريال كقراءة فنية. القراءة المالية للشركة كربحية وكنمو أنا أتوقع أنه حيكون في على الأقل استقرار ونمو بسيط معقول، لكن الأهم أنه لا تتراجع توزيعاتها النقدية والعائد على السهم. لكن المستقبل لسابق لا شك فيه تعتبر شركة قوية وريادية موجودة كاستثمار للمدى الطويل. فسابق الآن أنا في قراءتي الشخصية لن تكون هناك نتائج يعني استثنائية في الربع الثالث، يمكن تعلن يوم الثلاثاء يوم الأربعاء بالكثير أتصور، أو يمكن مع نهاية الأسبوع، لكن لن نجد شيء استثنائي. دخول البنك الأهلي سيوزع القوة الموجودة المؤثرة على السوق، لأنه حيكون رأس مال سابق الآن 30 مليار والسعر 112، البنك الأهلي رأس ماله 20 مليار وتقدير الشخصي انه بعد التداول حيكون السعر لن يقل عن 70 ريال، وبالتالي حيكون في قوه ووزن كبير للبنك الاهلي حيدخل السوق. ولا ننسى انه القطاع البنكي غالبا ليس قطاع مضاربه او تذبذبات عاليه، بالعكس هو يعتبر قطاع مستقر غالبا والعمود الفقري في السوق. نعم، شكرا جزيلا لك الاستاذ راشد الفوزان المحلل والكاتب الاقتصادي، كنت مباشره معنا من الرياض.